محمد لو سمحت أين الشاهي؟ وتعال جنبي أشتي جابرك إن شاء الله. أين الشاهي؟ شاهي طبعا عمي محمد عند هذا القهوة زي ما تشوفوا للشاهي للحليب للأشياء، بس يعني قهوة متواضعة، لكن ما زال أنه رجل مكافح رغم الظروف الصعبة الموجودة هذا، إلا أنه لم يستسلم لهذه الظروف وبدأ يطلب يعني رزقه من عرق جبينه. حياك يا عم محمد، تعال جنبي. تفضل. الله يبارك فيك. حياك الله. اسلم. ما شاء الله. والشاهي شاهي مميز. مميز. كم لك تصنع الشاهي هذا يعني في هذا المهنة؟ لي يعني 30 سنة. 30 سنة؟ ايه. ما شاء الله. أكثر من 30. أكثر من 30 سنة. كم عمرك يا والد؟ عمري يمكن 83. 83 سنة. الله يحسن خاتمتكم إن شاء الله. الله يحفظكم ويعافيكم. طول عمرك إن شاء الله. الله يحفظ. إيش اللي تصلح شاهي بس هنا؟ والله شاهي وخمير بس. وخمير. شاهي وخمير. شاهي وخمير. وكيف الشغل هذه الأيام؟ الشغل ذي الأيام تعبان. ماشي. الشغل ذي الأيام يعني تعبان وقلا وكل شيء يعني ما يجود. ها؟ الغلا ما يجود وخفت العمل، خفيف العمل. لكن أنا أحييك يا عم محمد إنك يعني ما استسلمت للظروف وجالس تشقى من عرق جبينك. الحمد لله. أيوة هذا هو الصح. الحمد لله. هذا كفاح. كفاح. من الساعة 2:30 يعني لما الساعة يعني 12 الظهر. بالليل الساعة 2:30. ها. ها. يا سلام. ها جمت شبلة لشي زبون يعني حصل كذا. حلو 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 حلو. حد أجا من هنا من هنا. طيب. أنا أشوف يعني نقص في أي شيء ناقص. ناقص كل شيء ناقص. ما طالع ولا سكر ولا دقيق ولا. ولا حاجة. ولا كنا لم يكن. ها؟ ما تقدر يعني بتعيش معناته هي بتروح تجيب يعني نص كيس وجبكة وأربعة أيام خمسة أيام خلص. وخلص. وراح تجيب يعني ثاني دين. ها؟ ها. وبعدها ممكن ما. واللي بيدينك بيجيب يقول لك 3 أيام 4 أيام يلا أعطني. هات الحساب. هات الحساب. الله. مين تجيب له الفلوس؟ الرزاق هو الله. الله يحفظك يا عم. ايش المعقلة البارحة تبيعها؟ اي. الله يوفقك. حياك الله. انا عجبني الحليب. حياك الله. طيب يا عم محمد استأذنك اروح مشوار وارجع. ان شاء الله. السلام عليكم يا عم محمد. السلام ورحمة الله. لو سمحت شوية هكذا اجي جنبك. تفضل. الله يبارك فيك. إلا ما شربت الحليب حقي. ما شرب. لا شربت خلاص. ها؟ شربت. هذا ينظرك لما تجي. الله يحفظك ويعافيك. عم محمد احنا رحنا. وجبنا لك بعض الأشياء اللي تساعدك يعني إنك تستمر في هذا الله يخليك العمل إن شاء الله. الله يخليك إن شاء الله. وهذا يعني شيء بسيط نقدم لك. بارك الله فيك. تعبير عن شكر لنا لك. إنك يعني رجل مكافح. الله يبارك فيك. أين الشباب يدخلوا الأدوات؟ معك حليب وزيت والآن الدقيق بيجي. الله يخليك. والكتلي موجود وأدواتنا موجودة. الشاهي والقلصات وكل حاجة. الله يخليك إن شاء الله. أدينا لك يعني حاجة. طول عمرك إن شاء الله. الله يبارك فيك وعافيك. أعزائي المشاهدين طبعا مع عمي محمد الزيت الحليب السكر الدقيق الكاسات الشاهي. أدينا لك علبة رنج. ترنج المحل وتجدده ان شاء الله علشان جزاك الله خير يلمع المحل. ايوه تمام. يلمع. قول ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك. الله يحفظك ويعافيك. الله يعافيك. اعزائي المشاهدين كنا مع عمي محمد هذا الرجل المكافح من هنا من مدينه يافع. تحياتي لك يا عم محمد ولاهل اليافع الطيبين وارض يافع الطيبه. اعزائي المشاهدين تابعونا في الفقره القادمه.